الحاج محمد عبد السلام ميلاد مختار محل جرمة. والله ايش يمكن احكي لك من اولها لاخرها لنهايتها، حقيقه راهي حكايه. طبعا نحن عندنا مجاري عامه من التسعينات. هذه المجاري طبعا بنيت بالمجهود الشخصي بدعم من بعض الجهات، وتمكنا عن طريق الشركه التركيه من تنفيذ المشروع العام. وصلت المجاري على بعد 2 كيلومتر عن جرمه المدينه. وبعدين رب اكرمنا بشركه جنكيز في 2011، نهايه 2010 بدايه 2011، شركه تركيه شركه جنكيز قامت برضه بتنفيذ مشروعها من ضمنها، هي فتش عليها باعتبارها شكليه مؤقته، وكثير من اشتغلت هذه المجاري، ولكن للاسف لعدم الصيانه حصل انسداد فيه. لان عاده المجاري العامه تحتاج لصيانه دوريه اقل شيء 6 شهور في المره الواحده. ونحن لا حياه لمن تنادي. فانسدت الفتشات ونبت علينا الغاب وسكرت بعض المجاري، واصبحت الميه تسيل في كل المكان من اماكن الابار السوداء. حصل انهيار، ونحن من شهر سابق جاء مدير عام شركه المياه والصرف الصحي ووقفنا على الخزان الذي انهار وشبح بام عيني، وقرر لنا حل سريع بان يزودنا بمحرك فريسكو قوة 10 بوصة تقريبا والله 10 حصان، هم يعرفوه، قالوا حنزود لكم بفريسكو لنقل المية من الخزان منهار للخزان اللي جنبه أو لترفع داخل الرمل. لكن برضو إلى حد الآن لم يأتي شيء. جرمة لا تقل عن 4000 نسمة. لا يقل عن 4000 نسمة. والله احنا غير الصرف الصحي. نقاوة المياه صالحة للشرب. لأن احنا نشرب مياه مباشرة من البئر. ربما فيها مثلا جراثيم، ربما يعني لا مطهر، لا كلور، لا فلاتر، نشرب مياه مباشره. كثير من العيال يعانون من سال المعده ونعالجه، مره تجي هيك مره تجي هيك وماشي بالبركه. ناهيك عن المجاري الحقيقه، يعني اسمه صرف صحي يجب ان يكون يصل الى اماكن خاصه به، لكن بهذه الطريقه اصبح المواطن يعاني ويعاني ويعاني. اما فيما يتعلق بالامور الاخرى مثلا ربما ننقله لجهات حاجات امنيه، بعض المحروقات مثلا، الامن بصفه عامه لا حياه لمن تنادي. هي طبعا البومبات بسيطه ولا حاجه، ماني وفاتي ما في شيء من نهار الواحد الخزن. ضررنا منها واجب والله، صرف الصحي هذا ضررنا منها. عامة هذا عامة هذا كله تعرف، هذا يقول لك كانت مجال هم مش مجال. المواطن عبد القادر خليفه محمد من سكان محله بريك بلديه الغريفه. احنا داخل هذه المنطقه او المحله يعني نعانوا بمعاناه، يعني معاناه شديده حقيقه من معاناه المياه السوداء. هذه طبعا احنا ما عدناش اي شبكه داخل هذه المحله. مياه السوداء يعني من المعاناة اللي حصلت داخل هذه المنطقة، شبكة مياه ما فيش، من يعني احنا تو حاليا عندنا سيارات الشفط، يعني الان من شحة الوقود وشحة السيولة سيارة الشفط يعني يطلب منك حوالي في 120 80 تتراوح في الاسعار هذه. ويعني وانت شوف سيوله ما هناش، يعني الاهالي البسطاء يعني والارامل والمطلقات يعني ودول الاحتياجات الخاصه هذول في اللي ممكن في حوش واحد، يعني ما عندهاش كيف انه يدفع حتى حق قوت يومه. يعني لما يبدا لان عندك حشاكم وحش المستمعين المجاري راد لحوشه ما عنده كيف بيدير بها السيوله، ما عنده بها الحل شنو. فنتمنى من الدوله تنظر لنا نظره جاده للمنطقه، وان شاء الله يكون لنا يعني نتمنى لهم ان يدروا لنا خريطه شبكه صرف صحي يعني لرفع من معاناه المواطن حقيقه. يعني
يعني حقيقة يعني كل الشكر للإعلاميين وكالة الغيمة الليبية للأخبار، يعني متابعتنا خطوة بخطوة، ونتمنى لهم كل الجهد، ويعني بارك الله فيهم، يعني الإعلاميهم يعني مسافات كبيرة، يعني يجونا منكم من 120 يعني بظروف البنزينة بكذا، لكن الله غالب، هذا بيرفع معاناة المواطن البسيط، وبارك الله فيهم، لهم منا كل جزيل الشكر والعرفان.